جات الحب وتحية صباحية على كل مستمعنا الأوفياء وخاصة العدل تحقوا بنا اللحظة في برنامج الأمولاتي مثلا كنواصلوا باقي الفقرات المتنوعة لكلها إفادة كل ما كيخص المرأة. غادي نمشيو مباشرة عند حليمة من تمارة. ألو حليمة. ألو صباح الخير. لبس عليك حليمة. الحمد لله توحشك الخير بارك الله فيك. العائلة ملتقى شي مزيان. كل شي بخير بارك الله فيك. العائلة ديالك شي بخير. مرحبا بسلامك الله يبارك فيك. أخبار الأخت ديالك؟ وانا بس على عليكم بزاف والله الا بغات ان شاء الله غادي نسقوا معها لانه للاسف يعني كنبغيوها تشارك ولكن ما كيقبلش لينا الخط بالنسبه ليها وكنا نحاولوا كثير. لا دابا عندها جوج ارقام واخا من بعد ان شاء الله تحياتنا. دابا عندها كثير تبارك الله مثلا هي لالا السعديه اختصاصيه في الطبخ والحلويات يعني اللي كانت في لجنه التحكيم ديال ماما شيف كنوجه لها تحيه كبيره ونشكرها بزاف على المشاركه. نبداو على بركه الله حليمه. او يا حبيبتي الوقت تفضلي. واخا حبيبتي ديالك كاينه بسطيله بالكريم فريش ونوعوا كذا كاين حتى دابا نوعوا شويه وكتيغزالوا غيجربوها السيدات ان شاء الله. واخا نتبعوا معك يلا كذا الوقت البسطيله داك الكتب الخاصه بالبسطيله كاين كيلو ديال الصدر ديال بيبي قطع صغار وعندنا بصله كبيره مسلطه وعندنا يكون الفرماج احمر يكون كثير 300 درهم على الكوب ديال الفرماج احمر كاين باكيه كبيره ديال الشعريه الصينيه كاين جوج علب ديال الكريم فريش هذوك اللي كيتباعوا في المحلات ديال الحلويات. جوج علب ديال القش الطريه اييه جوج علب اللي كيتباعوا في المحلات بحال السكل ديال الحليب بحال السكل ديال الحليب. اللي كيكونوا في الكرات ما تيكونوش في العلبه كندورين اييه فعلا فهمتي على اييه. وكاين واحد الضامه ديال البنه ديال الدجاج كاين شويه الملح شويه البزار شويه السكينجبير ملح لي بزار وسكينجبير صافا حبيبتي اللي ديال المقادير وكاين الطريقه في المقله ياك ما كنزرب واخا تفضلي هي الطريقه ونعاودو نعاودو المقادير. كنحطو البصله كتكون مسلطه كنشحروها مع الزيت وكتبدا كتدبل ومن بعد كنضيفو لها دوك دوك القطع ديال بيبي كنزيدو المليحه كنزيدو شويه البزار كنزيدو شويه السكينجبير تكون العافيه عيم هي ما تكونش مجهده متوسطه المهم ما تكونش مجهده بزاف اييه. كناخدو ديك الشعريه كنديرها في الماء طيب وكنصفيها وكنخيوها حتى كتسكتر مزيان اييه واخا كناخذ ديك الكريم فريش كنزيدو مع ديك الفرماج محكوك كنسلطوهم بجوج وكنزيد عندك القطع ديال البيبي وكنزيد عندك الشعريه الصينيه وكنخليهم كلهم حتى كيتشربوا مزيان اييه. من بعد كناخذ الماء الخاص بالبسطيله واخا كنفرشوا فيها الورقه ديال البسطيله وكنرشوها بالزبده وكنوزعو ديك الحشوه كلها كتكون متساويه كنغطيو الورقه بالورقه كنغطيو البسطيله وكنتقبر في الفرشيط ولا بشي سفود حتى باش يخرج لنا داك البخار اييه. من بعد كنسدو من ديك الورق ديال البسطيله انا نشكلوها زعما باش نعطي منظر كناخدو ثلاثه الوراق ولا اربعه اللي بغيتي ديال البسطيله كنلفوها كنلويها من بعد كنشكلو على هاد الخيوط ما يكونش الطريق يكون شويه يكون عرض شويه. من بعد كنسدو ديك البسطيله كندهنوها من فوق من البيض وكنحطوا دوك الخيوط بيدينا بجوج كنشدوهم هكا فوق منها كنضغطوا عليهم شي شويه باش يشدوا في داك البيض اييه فهمتي صافي كنخلط كدهنيها ببيضه كامله بيضه كامله كدهن البسطيله صافي كتدخل الفران كطيب بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه بارك الله فيك. يعني هذه بسطيله يعني غتجي الحشوه ديالها هكا بيضه يعني ماشي بيضه كتجي قليله واخا كيف ما قلتي لنا نوعوا شويه النوع شويه من الحوت من الدجاج حلو اييه انا كنفضل هكا واخا يلا يلا الاقتراح الثاني اييه شنو تقدمي لنا؟ عندنا واحد السفنج بالعسل كنديرو انايا وخداو السيده تجربوه مزيان السفنج بالعسل اييه قلتي لنا السفنج بالعسل واخا القادر ديالو في ربعه ديال الطحين ذاك الممتاز ربعه ديال الدقيق الفورس من النوع الممتاز اييه وتكون سنة المقادير تكون مضبوطه واخا اييه كاين 140 غرام ديال الزبده كاين 30 غرام ديال سنيده كاين 6 البيضات نصف لتر ديال الماء والعسل والسكر على حسب سميتو اللي بغى الانسان باش يذوق. يعني هذا السفنج بالعسل قلتي لنا ربعه ديال الدقيق من النوع الممتاز فورس ياك و 140 غرام ديال الزبده 30 غرام ديال السنيده و 6 ديال البيضات و نص لتر ديال الحليب قلتي لنا العسل والسنيده على حسب الذوق. واخا نتبعوا معك حليمه. في اناء يكون غارق كندير الزبده كنزيدو عليها داك الماء وكنحطها فوق العافيه الزبده مع الماء هي الاول حتى كتغلي مزيان وكنحيدو عاوتاني فوق العافيه وكنضيفو داك الدقيق وفي نفس الوقت حنا كنحركو عيب المعلقه الخشبيه اييه
من بعد ملي كيتحرك انت كيتخلط داك الطحين مع داك الماء ومع داك الزبده ومن بعد كنرجعوا فوق من جديد فوق العافيه هي حنا كنوصل وحنا كنحركوا حتى كيتخلط حتى داك الخليط كيتلصق اييه فهمتي وكنحيدو من فوق العافيه واخا كناخذ مفهومه لا سنة هي قلتي لنا غير غادي نديروا ديك 140 غرام ديال الزبده مع داك نص سيترو ديال الماء ياك في كاسرونه ونخليوه حتى يغلي مزيان وعاد نحيدوه من العافيه ونضيفوا ديك ربعه ديال الدقيق الفورص وحنا كنحركوا معلقه ديال الخشب ومنحركوا من بعد نرجعوا العافيه حتى نشوفوا ديك العجينه بدات كتلصق ياك كتلصق صافي من بعد قلتي لنا نزولوه من العافيه اييه كناخذوا مقله اييه كنوضعوا فيها الزيت حتى كيغلي مزيان وبالنسبه لسته البيضات أنا كل شيء كيتخلط كل شيء هكذاك حنا تبعنا معك لا كل شيء كيتخلط من بعد كتبدا كديري البيض وحده 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 حتى كتكملي يعني فين لقيتها يعني الاول درنا الزبده ولا حتى كنطوي كتدير البيض وانت كتخدمي وانت كتخدمي حتى غادي يعود سائل يعني ملي تبدا تلصقين العجينه نحيدوها من العافيه ونبداو نضيفوا دوك ست البيضات وحده مورا وحده وحده مورا وحده واخ اييه صافي قلتي لنا ناخذوا مقله اييه مقلة وبلك ندير فيها الزيت حتى كيعود غالي مزيان وكناخذوا بالمعلقه صغيره وكنحطوا في المقلة على شكل دائري وهاد الكويرات ديال اللسناء راه كيتنفخوا وراه كيتقلبوا بوحدهم ملي كيطيبوا راه كيتقلبوا بوحدهم دابا هذا غيجينا يعني عجينه بحال ديال السفنجياك العادي اللي كيكون كيتلصق شويه كيجي من فوق كيجي خاوي من الداخل لا باش نهزوا نحطوه في المقله يعني نشكلوا منه هكا على شكل بحال السفنجه ياك بحال السفنجه هما عادي تحطوا معلقه يجي دائري اييه واخا ومن بعد كنحطوهم حتى كيتسقطوا وكنحطوهم في ذاك الاناء ديال التقدير وكنسقيهم بالعسل ومخلط مع شويه ديال الماء الزهر والطريقه باش الا بغى الانسان يتاكدوا راهما طابوا دوك الكويرات كيبقاو زعما ما كيبقاوش كيدوروا في داك الزيت فهمتي راه كيكونوا طابوا يعني ماشي بحال الطريقه اللي كنديروا يعني الا بغينا نصيبوا السفنج في الدار هكا كنميلوا المقله لا يعني لا مباشره غير نسخوا الزيت مزيان كيجيو زوينين الله يعطيك السر حليمه ما شرحي لنا مزيان الطريقه يعني فاش نطيبوهم فهمتي باللي كي باللي كي باللي كيطيبوا في الزيت اييه هما راه كيطيبوا باللي كطيب راه كتقلب راسها دابا هي نهزوا ديك العجينه غير بالمعلقه اي بالمعلقه وتحطيها هكا بالصبيعات ديالك وتصبيها في راه كتمشي مباشره للمقله اييه فهمتي باللي كي باللي كتنفخ راه كتقلب وحدها بوحدها واخا فهمتي ومن بعد كتطيب بوحدها في المقله كتهزيها ما تقيسيهاش كتهزيها وكتحطها في الكسكاس كتسقطر واخا ياك ومن بعد كتسقيها بالعسل مخلط مع الماء الزهر العسل مخلط مع الماء الزهر اي صافي وكتقدميها اللي بغى يرسلها للكلاص اللي ما كيقدمها كتجي زوينه كنديرهم انا كنديرهم انا في رمضان اي فعلا اي حبيبه ديالي كاين عندي كيكه عندي عصير عندي عصير كوكتيل اي عندي كيكات عندي واخا واخا عصير اييه ناخذوا عصير كوكتيل هذا هو زويون هذا كيكه من يديك اييه تفضلي ولا هذا الكوكتيل زعما للضياف اللي عزازين عليك وكدير الديكور فهمتي راه العين اللي كتاكل هادشي اللي كاين فعلا كاين عصير ديال البرتقال هذا عصير كوكتيل كاين عصير ديال البرتقال على حسب الناس اللي كاينين كاين عصير ديال الفريز اييه كاين عصير ديال المانغ كاين اللي بغى يدير على حسب سميتو كاين داك الروح ديال الرمان كاين كتدي عاوتاني الفريز كتقطعي طريفات صغار غير باش كتزيني داك العصير كتاخذ عاوتاني داك المانكتي كتقطعيهم كيتخلط كلشي كنضيف السنيده في داكشي كله كناخذ من داك الخليط اللي فيه العصير وفيه سميتو داك القطع ديال الفواكه كناخذ منهم الكيسان دوك الكبار الكيسان دوك الكبار ديال التقديم كنديرو نغمسوهم في الحامض اييه ياك وكتغمسي من بعد السنيده واخا كيباتوا ليله كامله حتى كتشد ديك السنيده في ديك الجناب ديال الكاس ديال الكاس يعطينا منظر على كيعطي منظر زوين وكنصبو في دوك الكيسان داك العصير اييه ومن داك الكيسان اللي نقصها كناخذ شويه من داك العصير كنديرو في داك القوالب ديال الكيك دوك الصغار كنديرهم وكيجمدوا في المجمد يعني عصير الليمون والفريز والمونك ايوا دوك الفواكه مقطعين دوك الفواكه مقطعين طريفات صغار اييه كنديرهم في دوك القوالب ديال الكيك صغير وكنديرهم حتى كيتجمدوا وكنحطهم في داك العصير
ايه صافو كيتقدموا كيعطيو داك الديكور زويون كيتقدم بارد. يعطيك الصحة تبارك الله عليك يعني خفيف. بارك الله فيك حبيبة ديالي بارك الله فيك. نختموا معاك بشي اقتراحة حليمة واخا ما سخيناش بالاقتراحات من عندك تبارك الله عليك. تبارك الله عندي بزاف عندي صلصات عندي بزاف تبارك المملح عندي واحد الكيكة بالكركاع والشوكولاتة. واخا ان شاء الله انت معنا في هذا الأسبوع يعني وباش ما جيتي علينا مرحبا. واخا حبيبة ديالي. تفضلي. يلا هاد الكيكة فيها جوج بيضات. جوج البيضات ايه فيها 130 غرام ديال سنيده وفيها 50 غرام ديال الزبده تكون طريه رطبه ايه كاين 100 غرام ديال الدقيق 100 غرام ديال الشوكولاته مشكوك و100 غرام ديال الكركاع مطحون واحد الفاني والتزيين كياخذوا حبات ديال الكركاع و150 غرام ديال الشوكولاته اسود وجوج معالق ديال الكريم فريش وجوج معالق ديال الحليب ديال السائل وكاين الورق ديال الحلوه باش كتحطيها واخا ها هي الطريقه كناخذوا داك البيض كنطربوه مع السكر واخا نعاودوا المقادير جوج د البيضات قلتي لنا في الكيكه جوج بيضات و130 غرام ديال السنيده و50 غرام ديال الزبده رطبه و100 غرام ديال الدقيق الفورس و100 غرام ديال الشوكولات اسود محكوك ياك اييه و100 غرام ديال الكركاع مطحون وساشي واحد ديال الفاني ديال فاني كاين الزين داك الكركاع حبات الكركاع كندوبو مع داك الكريم فريش مع داك الحليب يعني في التزيين كاين الشوكولات كحل مع القشده الطريه مدوبين وجوج معالق ديال الحليب سائل باش كيعطي داك اللمعان ديال اللمعان وحبات ديال الكركاع واخا اييه كناخذو ديك ناخذو البيض مع السكر كنطربو في الخلاط كنزيدو عليه ديك الزبده حنا كنطربو اييه كنضيفو الدقيق كنضيفو داك الكركاع وكنزيدو ديك الفاني والشوكولات مشكوك وكناخذوا اللاطه اللي كيكون 20 سنتيم على 20 سنتيم باش كتزين هي هذيك اييه فهمتي لاله سنة اييه واخا كندهنها نصبوا فيها داك الخليط وكتدخل للفران معتدل الحراره ما يكونش معتدل اييه ما يكونش سخون بزاف اييه كنخليوها حتى كتبرد كندوبوا داك الشكلاط في حمام مريم اييه ديك صلصه الشكلاط اييه كندوبوا في حمام مريم مع سميتو ومن بعد كنقطعوا ديك الحلوه على شكل مربعات الشكل اللي بغات السيده وعاوتاني كتزيني هذاك شويه ديال الشكلاط دائب كتحطها في الكويرطات وكتحطي الكركاع من فوق منها صافي وكتقدم مع داك العصير اللي قدمتي لنا كوكتيل الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك بارك الله فيك حبيبتي شكرا لك بزاف حليمه من تمار على كل هذه الاقتراحات اللي وجدتنا اليوم مازال ان شاء الله معك اسبوع بالكامل نتمنى انكم تكونوا سجلتوا معنا هذه الاقتراحات لحظه مستمعينا فاصل غنائي وغادي نمشيو مباشره في اعاده ادراج